تعامل الناديان مع الموسم الجديد والموسم القادم، يعني تتابعون ان شاء الله على الموسم القادم مباريات دوري الدرجه الاولى. جول خطيره، والجول جول التعادل، التعادل. قلت لكم لما كان الشباب متقدم بهدفين مقابل لا شيء، قلت لكم بأن نادي الوطني إذا تمكن من تسجيل هدف وحيد سيدخل في أجواء المباراة وسيأخذ الثقة وسيعود وسيسجل الثاني، ومن الممكن أن يسجل حتى الثالث. هذا سامي الجابر كان خايف بعد تسجيل الوطني للهدف الأول، كان خايف وشعر بصعوبة الموقف وبصعوبة المسؤولية. يظهر مسجل الهدف الصورة لاعب النادي الوطني. نشوف الإعادة، هذه الكرة كانت من اليمين، كانت من الجهة اليمنى، لاعب محمد السوداني هو اللي يرفعها في العمق، وكان التفاعل براسية رائعة، براسية جميلة من اللاعب هارون حمزة يغالطك يا سديري، هارون حمزة يغالط عبد الله سديري ويسجل هدف.